رائعة. هيك ماذا سنفعل؟ هلا هون هذا السكتش بدنا نعمله هون. ايه اوكي بدنا نقرا هيدا كله؟ ايه ايه كله كله يلا. قولي لي يا ماريسول، ماذا فعل اخاك ميغيل انخيل في تلك الليله وما الذي اثار غضبك؟ ها كان ميغيل انخيل يشخر مثل مطار كهرباء مجنزر. ما رايك يا ماريا؟ تبا أنصحه بزيارة طبيب العائلة في غوادالاخارا. أنا أفضل زيارة طبيب في غوادا بعلبك، ولا أريد زيارة طبيب في غوادالاخارا لأن صيته جيدا. جدا خرا. لا لا تقلها، إنها كلمة بذيئة. أما أنت يا ماريسول، كم أنت حقودة ونفسيتك لخارة باتهامك الباطل لأخيك ميغيل أنخيل. هل أنت راضية يا ماري عن هذا الهجوم الشنيع الذي شنه أنطونيو متغطرس؟ متغطرس علي؟ 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 أنا لا أدخل في شخارات في شجارات عائلية، والأفضل في هذه الحالة أن تتصل بمختار عوض لحارة ليتدخل في فض الخلاف. ها؟ ها؟ المختار؟ لا هذا فص الخلاف ولا فض الخلاف؟ فض الخلاف. الخلاف. فض الخلاف. المختار؟ لا لا. لماذا؟ لماذا؟ هذا المختار غير صالح لفض المشاكل لأنه متهم باغتصاب القطط في أحياء المدينة. بس لا كانت أجواء لذيذة. إيه لا حلو حلو بعدين سكتش عميق. بس أنت بالنحو أنت لا أنا هيك غوادالاخارا.